السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. بقول الصوت انقطع يا عبد الرحمن، لماذا؟ أنا خالد من المغرب. تفضل. عايز أسألك سؤال. اسأل. لدينا سيارة عائلية وأنا الذي أسوق تلك السيارة، وفي إحدى الليالي من 10 ذي الحجة الماضية حدث لي خلاف مع العائلة، فدعوت على نفسي بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبجهنم خالدا فيها إن ركبت تلك السيارة مرة أخرى. استغفر الله. استغفر الله وأتوب إليه. وبعد مضي ساعة وضعت يدي فوق المصحف ودعوت على نفسي للمرة الثانية بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبنار جهنم خالدا فيها إن ركبت تلك السيارة. أعوذ بالله. لكن هذه المرة لم أكن غاضبا، يعني أنني عندما دعوت على نفسي لا تركب هذه السيارة وبيعها، بيعها بيعها، تخلص منها. أتخلص منها؟ بيعها. نعم بيعها. لا أركبها أبدا. لا تركبها أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الصوت منقطع عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثانية واحدة بس خليك معي لحظة، لأن الصوت قطع عن الناس. اشتغل. الأخ يسأل سؤالا يقول فيه إنه يملك سيارة، فدعا على نفسه دعاء أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إذا ركب هذه السيارة، وكرر هذه الدعوات. فقل لك لا تركبها. النبي عليه السلام كان في السفر مع امرأة، وكانت معهم امرأة في السفر ومعها ناقة، فقالت للناقة شاء لعنك الله، فردها النبي وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، ابتعد عن هذه السيارة، لأن دعوت على نفسك دعوات شديدة أنت وكررتها. أنت ماذا قلت في دعوتك؟ ماذا قلت؟ نعم قلت لا، علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ودعوت على نفسي بجهنم خالدا فيها إن ركبتها مرة أخرى. ماذا نقول له يا عبد الرحمن؟ ابتعد ابتعد ابتعد. السلام عليكم. يا الله، كيف هذا يا جماعة؟ كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام يا جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. ابتعد عنها ابتعد عنها ابتعد عنها. يا الله، صعب صعب صعب. ليه يعني عملت فيك السيارة بالشكل ده؟